حياكم الله إلى آخر ساعة. أطلق عملاق محركات البحث جوجل جديده جوجل إجابات المخصص للسوق العربية، ويعنى بالإجابة على استفسارات المستخدمين بطريقة تساعد على إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت. جوجل عملاقة محركات البحث الشهيرة ستقوم بالكشف لنا عن جديدها، لكن هذه المرة بطريقتها الخاصة. جوجل إجابات أداة تسمح للمستخدمين بعرض الاستفسارات التي يطرحها المستخدم والإجابة عليها عن طريق هذه الخدمة. مع تزايد عدد المستخدمين الباحثين عن المعلومات على الإنترنت من الناطقين بالعربية، قرر القيمون على جوجل إطلاق منتجات تعزز قدرات المستخدمين الناطقين بالعربية لابتكار مزيد من المحتويات على الإنترنت لكن بلغتهم الأم. مستخدمين عادي بدي أسأل إنه وين بقدر ألاقي فندق جيد ببلد بدي أروح أزوره بالعالم العربي، أو بدي أعرف كيف طريقة أعمل وجبة معينة، أو كيف بقدر أعالج مشكلة مع طفل أو مع بالشغل أو بأي سؤال ديني، سؤال بتعلق في حياتنا اليومية. وعندنا مشكلة بالعالم العربي إنه ما في عندنا محتوى باللغة العربية كافي ليعطي إجابات لهذه الأسئلة. والسبب يعود في ذلك إلى أن المستخدمين لا يجدون المعلومات نفسها التي قد يحصلون عليها عند البحث باللغات الأخرى. واعترافا من جوجل بمسألة المحتوى على الإنترنت، قامت بإطلاق خدمة إجابات باللغة العربية قبل إطلاقها بالإنجليزية. اللغة العربية بتحتاج دعم، المستخدم العربي بيحتاج دعم، وإحنا في كتير من المستخدمين العرب اللي بيعرفوش يستخدموا اللغة الإنجليزية. زي ما سمعنا اليوم في بالعشر مليون مستخدم عربي القادمين أغلبهم بيستخدموش اللغة الإنجليزية نهائيا. وإنت كإنسان بتجاوب، كل ما بتجاوب أسئلة صح بتأخذ علامات أكتر، وبالتالي بيكون في إلك إنه الكريدت تبعك إنه أنا إنسان جاوبت 5000 سؤال كلهم أصححين، فبتأخذ نسبة أكتر من إنه الناس بيعتبروك إنسان مصدر موثوق لإعطاء إجابات في هذا الموضوع المعين. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إلى أن انتهينا من حفلة البتشين الخاصة بجوجل، حصلنا على إجابات عديدة من الناس حول سؤالنا الذي طرحناه في أول هذا التقرير، مما يبشر بمستقبل جيد لإثراء المحتوى العربي بما يفيد المشاهدين. من العربية من دبي، سلطان بتعمي. ومعنا في الاستوديو وائل غنيم المدير الإقليمي للتسويق لتطوير وتسويق المنتجات في شركة جوجل. أهلا بك. بداية يعني هل من حديث أوفى حول هذه الخدمة؟ ما هي هذه الخدمة ولماذا أطلقتوها؟ الحقيقة احنا في جوجل يعني نهتم جدا بالمحتوى العربي على الانترنت. زي ما قال زميلي في التسجيل انه المحتوى العربي فيه مشكلة. عدد المستخدمين العرب على الانترنت 5% من الاجمالي، و1% بس منهم 1% من المحتوى باللغة العربية. من اين جئتم بهذه الارقام؟ الارقام دي كلها احنا من statistics available online، الوزارات والحكومات بتزودكم فيها. بتزودنا بيها. الفكرة كلها ان احنا لقينا ان جزء كبير جدا من الكويريز اللي بتوصل، كلمات البحث اللي بتوصل لجوجل عبارة عن أسئلة. ونتيجة ان مفيش محتوى عربي كتير، الأسئلة دي ما بتجاوبش عليها. هل هذه الخدمة شبيهة بخدمة ياهو أنسر؟ هي شبيهة بأي خدمة أسئلة وإجابات. الفكرة طبعا أولا انها باللغة العربية، وزي ما قلنا لكم انه هي مش موجودة أصلا باللغة الإنجليزية. بتقوم على فكرة الويب 2.0 اللي هي ان احنا بنخلي المستخدمين كلهم يشاركوا مع بعض، مش بس ان هو بيجاوب على السؤال، يعني انت بتسأل السؤال وواحد بيجاوب، مش بس كده، انت بتقدر تقيم الأسئلة وبتقدر تقيم الإجابات بحيث ان من يصنف الإجابات المستخدمين إذا كانت صحيحة أو خاطئة. المستخدمين العاديين هم اللي بيصنفوا الإجابات. كل ما واحد بيشوف الإجابة إذا كان هو مقتنع بيها بيقول إنها إجابة جيدة، وإذا ما كانش مقتنع بيها بيقول إنها إجابة غير جيدة. طيب هل يعني إنه هناك مجال واسع للإجابة سواء يحمل مثلا كلمتين أو حتى مليون كلمة؟ بالضبط. هو في النهاية إحنا بنؤمن في جوجل بمبدأ اللي هو wisdom of crowds، أو دع الجميع هو اللي قرر إيه الإجابة المفيدة والإجابة اللي مش مفيدة. الفكرة إنه حتى دلوقتي لو إحنا دخلنا على الموقع بسهولة هتخش تلاقي إن في بعض الإجابات ناس كتير مش عاجبها الإجابة لأنها نتيجة مطولة أو غير دقيقة، فالناس بتقول إنها مش عاجبها، فالإجابة دي بتنزل لتحت، والإجابة اللي الناس بتعجبها بتطلع لفوق نتيجة، فبيوصل اللي بيدور على إجابة للسؤال بيوصل بأسرع وقت الأفضل إجابة موجودة على الإنترنت. من خلال تصنيف. من خلال التصنيف. يعني مثل ما هو موجود إذا أردت أن أدخل على عنوان في جوجل يعرض لي 40,000 مثلا موقع أو 40,000 نتيجة. والنتائج دي متصنفة بناء على عوامل كتير جدا منها الـ wisdom of the crowds أو رأي الجماهير.
وبالتالي يعني ليس هناك لديكم حكم انه دقة هذه المعلومة؟ لا، في الانترنت فعلا ما حدش بيقدر يتحكم في الفلو اوف انفورميشن على الانترنت. بالعكس، احنا بنترك الحكم للناس كلها، هي اللي بتقدر تقرر هل ده مفيد ولا مش مفيد. احنا بنوصل للناس التولز وبنخلي البرامج دي بتتيح لهم ان هم يدوا ارائهم بكل حريه. والغنيم المدير الاقليمي للتسويق والتطوير وتسويق المنتجات في شركه جوجل، شكرا جزيلا لك. شكرا.